بيروت هي مدينة للاستقرار. المشكلة مش بالأرض، المشكلة بالعالم اللي حاكمين هذه الأرض، وبطبيعة الحال مخنوق لأنه فيها هدول العالم متحكمين فيها. مع أنه أنا كتير بحب أعمل شي بهذه المدينة، والعشرين هو العمر اللي بيتحقق فيه الاستقرار من ناحية الشغل والعائلة. اسمي وسيم مكاري وعمري 24 سنة. تعرفت على صديقتي من فترة بالجامعة، عندي مشاعر تجاهها بس كمان بتدعمني وبدعمها، بنشتغل سوا حتى نحقق حلمنا بالاستقرار. صعب تشتري شقة ببيروت، دغري بتغرق حالك بدين، بس طموحي بعد سنتين ثلاثة افتح بيت حتى لو بعدني بالعشرينات. لها سبب عم اشتغل شغلين، بتصوير الافلام والاعلانات بالنهار وبرتندر بالليل. ورغم انه صار معي انسومنيا من ورا هالموضوع، بس خلص حاطط هدف براسي وبدي احققه. الحب، الزواج، المرأة والولاد هن هلأ أهم شي بحياتي.